وين الفرص الموجودة الحين حاليا؟ الفرص الموجودة في الصيانة أن الاختيار يقع على تقنية أو سلوشن دارج، تمام، عشان في مرحلة مستقبلية سواء كان في التطوير أو في الصيانة يكون في الكوادر متوفرين. أنت ما يمديك في بلد كل يعني اللعبة الشعبية هي الكورة، تقوم تجيب يعني فريق سلة، لو لاعب خرج ما حتجيب لاعب تاني، تمام، ما يمديك تسوي مباراة لو في لاعب واحد ناقص، شايف؟ فهي هذه من ناحية الفرصة هذه. فكل ما كان يعني الاختيار يقع على شيء دارج، كل ما كان نسب إمكانية الاستقرار عندك أعلى. فرصة ثانية في التشغيل هي إنه بناءك للحلول باختيارك لسولوشن أو تقنيات دارجة، بالإضافة إلى إنها تكون متناسبة مع احتياجاتك. متناسبة مع احتياجاتك بحيث إنه لو زاد عليها الضغط ما حيكون هذا الشيء عليه مردود عكسي في فواتير الإصدار. وين الفرصة موجودة؟ الفرصة موجودة إنه كل ما زاد على المستخدمين، كل ما زاد الضغط عندك، كل ما كانت الحاجة مريحة إنك أنت تعيد بناء الحلول اللي عندك من الصفر أحيانا. لذلك شركات كبيرة اللي هي عليها ضغط كبير يصعب عليها تبني الحلول الجاهزة حتى لو كانت بشركات زي أدوبي. يعني وجودته الآن كفريم ورك هو يعتبر أفضل فريم ورك للكوبيرس، ولكن بعد ذلك لو بدي تشوف الشركات الجديدة اللي طالعة في مجال الإيكوميرس اللي هي عليها إقبال وعليها زوار، ما بتستخدم وجودته. بعد ما جبته يعني منتج من تجربة أدوبي لكن ما بتصلي. والأسباب هي إنه في فائض أو عبء إضافي موجود في وجوده بيستهلك ريسورسز عالية. الشيء الثاني ما حي في 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 محدودية دائما، الشيء الجاهز دائما في محدودية، الجاهز مو زي التفصيل، انتهينا في كل المجالات، تمام. فدورنا في موضوع الفرص إنه نحن نحدد الفرص الموجودة سواء كانت في الجانب الفني أو الجانب الإداري، وتقديم توصيات عشان يتم يعني إيجاد الحل المناسب لأي أي فرصة موجودة. إحنا نشوفها فرص يعني هي مش تحدي، تمام. طيب بعض الأحيان الفرص قد تستدعي تحسين، وفي بعض الأحيان تستدعي إعادة بناء حسب المطلوب وحسب الاحتياج تبع العميل.